في السياق أيضا وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية وصفت بالساحقة على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على شمال شرق سوريا. طالب القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا وعلى المسؤولين في الإدارة التركية الحالية بسبب العدوان التركي. صوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار في مقابل 16 صوتا، وذلك في إطار مساعي بعض المشرعين الأمريكيين من الديمقراطيين وعدد كبير من الجمهوريين في الكونغرس لدفع أردوغان وحكومته لإنهاء العدوان الجاري على شمال شرق سوريا. عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور أشرف، أهلا وسهلا بحضرتك. أي أثر قد يترتب على التشريع الأمريكي الذي أقر من قبل الكونغرس؟ تشريع مهم وواضح وصريح وموجه من الكونغرس للإدارة التنفيذية لترامب بأن يكمل سياساته المتشددة تجاه تركيا، باعتبار أن تركيا قد خرجت عن الخط المهم لإدارة السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا يعني بهجومها على سوريا ولم تذعن ولم تسمع إلى الإدارة الأمريكية بأن هذا التجاوز يهدد التوازن الجيوبوليتكس في المنطقة، وبالتالي أنا في ظني أن هذا القرار هو بداية لتضييق الخناق على أردوغان كرئيس وعلى حكومته لكي يدفع المعارضة التركية إلى إنهاء حكم أردوغان وحزبه وأن تفوق الدولة التركية من هذه الإدارة، إدارة أردوغان للسياسة الخارجية والداخلية، وأن يتم تغيير هذا النظام بشكل سريع. الاختلافات الحاصلة بين الإدارة الأمريكية أو بين رؤية الرئيس الأمريكي وبين الرئيس التركي، خلافات موضوعية، خلافات تصل إلى مستوى القطيعة بين الرجلين، وبأن الولايات المتحدة ربما تستهدف الإطاحة بأردوغان كما تقول دكتور أشرف، ولا هي خلاف حول بعض النقاط التفصيلية في تنفيذ بعض التفاصيل أو في صياغة بعض العلاقات مع روسيا أو مع غيرها؟ هو يعني في تحليل العلاقات الدولية في الدول بحجم تركيا ليست كبيرة زي ما يعني أشرنا سابقا كالصين أو الهند أو البرازيل، ولكن تركيا بتتحاول أن تتجاوز دورها بفرض سياسات جديدة في المنطقة، وهذه السياسات عبر تحالفات مع روسيا ومع إيران بفرض واقع يهدد المصلحة والأمن القومي الأمريكي. يعني موافقة الكونغرس بالأغلبية الساحقة من الجانبين الجمهوري والديمقراطي يؤكد أن ما ذهب إليه أردوغان هو معارضا للأمن الأمريكي، وبالتالي تصبح هذه الموافقة أو هذه الأغلبية الساحقة مؤشر كبير على تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه أردوغان وتقييد أردوغان، كما أن في أمر مهم هو في السياسات الدولية في تغيرات لدول بتفقد أهميتها وتزيد أهميتها. الولايات المتحدة الآن أصبح لها أماكن للنفوذ في منطقة الشرق الأوسط أكثر مما مضى، وبالتالي أي تهديد لتركيا في هذه المصلحة يدفع أمريكا بتضييق الخناق عليها أكثر وأكثر، وأن أمريكا أصبح لها بدائل أخرى في أن تستغني عن تركيا جيوسياسيا وأن تقدم أفكار جديدة لفرض الأمن الإقليمي وبما يخدم. طيب دكتور أشرف، حتى يسهل علينا فهم وجهة النظر الأمريكية في العملية العسكرية التركية وفي العدوان التركي على شمال شرق سوريا، تركيا نفذت هذه العملية ثم أوفد الرئيس الأمريكي نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعلى ما بدا أيضا من نهاية هذا الاجتماع أن أردوغان أذعن للطلب الأمريكي بوقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة نفذت ما أراده أردوغان بفكرة إبعاد بعض الفصائل الكردية بعمق 32 كيلو مترا. الرئيس الأمريكي قال أنه راض تماما عما تم إنجازه، وبعد ذلك قال أن تنظيم البيكاكي الذي يناصبه أردوغان العداء يصل في درجة الخوف ودرجة المخاطر منه ما يفوق تنظيم داعش الإرهابي. كيف يمكن فهم هذا الرضا الأمريكي على أداء أردوغان وقياسا بمستويات العقوبات التي يود بعض المشرعين فرضها على تركيا؟
هو في زيارة متوقعة طبعا لأردوغان في نوفمبر الولايات المتحدة. طبعا نائب الرئيس وزير الخارجية في زيارتهم لأردوغان كان هناك زيارة، هذه الزيارة كان فيها رسائل واضحة مباشرة ليس عبر هاتف ولكن شخص أمام شخص. ولكن يبدو أن أردوغان في إدارته للسياسة الأمنية أو السياسة الخارجية ما زال يهدد المصلحة الأمريكية. أنا ما الداعي أن يفرض الكونغرس عقوبات على تركيا؟ ما الداعي أن يأخذ الكونغرس قرارا رمزيا بإبادة الأرمن من واقعة حدثت من 100 عام؟ هذه مؤشرات تدل على أن مواقف حمراء قد تخطتها الولايات المتحدة في علاقتها مع تركيا، وخصوصا الاعتراف الرمزي بمذابح الأرمن. القضية في سوريا أو شمال سوريا هو أن أردوغان له طمع واضح وصريح في أن يحتل جزءا من سوريا ويفرض واقعا عسكريا في هذه المنطقة، بما يهدد الأمن في المنطقة ويدفع الشركاء الولايات المتحدة الذين يسعون إلى الاستقرار والسلام في المنطقة كالسعودية والإمارات ومصر. لكن معلش دكتور أشرف، في الجزئية الأخيرة الرئيس الأمريكي قال إنه سيسحب قواته وبدأ بالفعل في سحب هذه القوات وذهب ببعضها إلى العراق. الرئيس الأمريكي قال إنني لست مطالبا بأن أبقي على قوات لحماية الأكراد لنحو 400 عام. والرئيس الأمريكي قال حتى بعد أن أعلن التخلص من زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إنني لست مطالبا للبقاء أو المكوث في منطقة بين دولتين، يتحدث عن تركيا وسوريا، صراعات على مدى عقود وربما على مدى قرون خلت. الرجل يقول إنه لا مصلحة مباشرة على الأقل باستثناء آبار أو حقول النفط. وفي خوفا في دخول طبعا انتخابات الرئاسة أن يتعرض الجنود الأمريكيين لعمليات قد تكون يعني فيها قتل لهم أو بيسموها كمائن تدفع بسقوط شعبية ترامب. ولكن ترامب يعني بيحاول أن يبعد عن شبح تهديد مباشر للجندي الأمريكي على هذه المنطقة، ويحاول أن يبحث عن شركاء إقليميين يحاولون أن يحلوا هذه المشاكل ويضمنوا الاستقرار في هذه المنطقة دون أن يكون وجود أمريكي مباشر في هذه المنطقة. لأن أي وجود أمريكي يهدد بقتل لجنود الأمريكيين سيؤدي إلى مزيد من المشاكل في السياسة الداخلية الأمريكية. وبالتالي ترامب أخذ موقفا يحمي حملته الانتخابية القادمة ويحاول أن يبحث عن شركاء إقليميين. تركيا للأسف لم تقدم لترامب ما يريده أو تريده الولايات المتحدة، وبدأت يعني تنتفض أو تقدم سياسة خارجية مختلفة تماما، سياسة عدوانية، سياسة أمنية جديدة في المنطقة. وأفتكر أن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا الأمر، وتقييد أردوغان سيستمر وإزاحة أردوغان قربت من السلطة في تركيا. شكرا جزيلا لك دكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، منضما إلينا عبر الهاتف.